Fight, never quit, do it right. Play the game, win it life. Have no shame, there's no time. Feel the pain, live the grind. I could change, in my mind. Pick a lane, commit and climb. The only way, to win it life. I never miss, that's fact. Taking big swings, put your hand to the bat. Put me in the ring, you'll go out in a bag. Cause I sing what I mean and I bring it to the mad light. Ain't got time to kill, I got time to feel. I took a red pill, I know life's short. So I wanna live real, but how's it supposed to feel? دار له فوق شويه اه راه تاع الدهن ديالهم حتى طلعوا مع الغابه وشي ماشي اللي متتبع قناه صوت العداله سا تي في كنتواجدوا بواحد المدينه اللي هي سميتها امزميز وحنا دابا واحد الحي اللي كيقولوا السنسله هذا هو المنطقه ديال السنسله معنا واحد الناس اللي اثر عليهم الزلزال ديال نهار الجمعه الحمد لله على سلامتهم ومشاو لهم الديور ديالهم غادي يقربوكم لهاد الناس لانهم اللي عاشوا الزلزال وعاشوا الرعب غادي يحكيوا لنا القناه صوت العداله كيفاش شافوا هذاك النهار هذا وبالنسبه للضرر اللي كان عندهم. اهلا ومرحبا بكم قناه صوت العداله. كيفاش عشتوا هذاك النهار ديال الزلزال؟ المهم حنايا من ساكنه امزميز يوم الجمعه مع شي 11 قسم كنا بينما كنا كنتفرجوا في التلفازه تحركت لينا بينا الارض وهربنا من الدار. انا طاح عليا السقف يا وليدات بعدين جاو والمراه ايوا ايوا كان الروح كنا خايفين وما نعسناش بتنا في الهواء التلقي تحت بحال الناس يا بقينا تمايا ما بقينا كندخلوا لديورنا حتى جابوا لينا القياطن جابوا لينا الخزاين عاد قادوا لينا البلاصه وصافي كل واحد شد الخزانه ديالو هذا هو. وبالنسبه للجيران ديالك كاين شي ضحايا؟ كاينين الضحايا كاينه امراه مات هي والرضيع ديالها وولدها والجيران ماتوا عاود ثاني امراه وحده مات لها بنتها لانه منزل عليهم الحيط واحد بيخرجوا من الدار ونزل عليهم السور ديال الدار هذا هو. كاينين الضحايا وكاينين في مناطق اخرى فهم زميز نيت في بعض الاحياء. بالنسبه للديور شحال شي من دار رابت حداكم؟ الاكثريه غير صالحين للسكن اه قليل واحد العماره شويه اللي هي واقفه ولكن كاينين الشقق في المنازل ديالهم وبالخصوص في الضاله وفي السقف تمايا كاينين الشقق بزاف جاو دازوا الخبراء ومنعوهم يدخلوا للسكن ديالهم ولهذا عطاهم واحد سايبوا واحد المحل داروا فيه القياطنة هذا هو داير فيه الخزاين. بارك الله فيك. شكرا. كاين شي اضافه كاين شي اضافه الحاج كاين شي اضافه الجبل شاخ والضوء اللي الفوق تما تضروا بزاف وكاين اللي طاح عليه الجبل كله مساكن وكاين اللي مازال ما وصلهم كاع عانات وكان الطرق مسدودين ما يمكنش يدوز منهم اسمو الشاحنه تدوز كاينين شي دواور الا ما كانت الهليكوبتر الطياره هذيك الهليكوبتر اللي الفوق ما يمكنش تيرميو له دابا تيجيو تيدوزوا العسكر وداك تيرميو لهم تيرميو المواد الغذائيه غير من السماء من الطائرات هذا هو الهليكوبتر كاين تضامن تضامن كاين. كيفاش عشتوا الجو ديال المغاربه كلهم اللي تعاونوا معاكم كيفاش شفتوا ذاك الجو بحال ماكم؟ بحال خوتنا والله العظيم تنسى زعما وقفوا بحال والدينا بحال وقفوا معنا زعما تيجيو تيسولوا علينا ما كاين اشكال جابوا لنا الماء داروا لنا الماء ذكرتي تيجيو الاخرين جاوا من المدن الاخرى مثل الهلال الاحمر تيداويو الجرحى تيعطيونا الدواء فابور ودارو دارو دارو واحد هذاك الدكاتره كيدوروا في الديور وكيفاش كيعاونوا الصحيه متنقله راه كاينه حدا المستشفى
لا الا مشات انا نتا نمشي عندهم يوميا وتيبدلوا لي اه انا مضروب في الراس طاح لي السقف الله يربي يجعل القضاء اللطف يا الله يلطف بينا هذا هو يلا شكرا يلا وحنا يا دابا حنا دابا حنا مغاربه راه بيناتنا التضامن راه واحد تيبغي الاخر واخا تشوف في الحياه اليوميه كيكونوا الناس بيناتهم شويه الحياق ولكن ملي كتكون بحال هذه الفاجعه ملي كتكون الفاجعه ملي كتوقع شي حاجه كلشي تينوض راه جاو الناس غير بيناتنا جاو الناس من الحسيمه جاو من وجدة الله العظيم جميع جاو وانتم مبني من الناس انتم مبني من الناس الدار البيضاء وكازا كازا ثاني جات قافله من انفا قافله مقاطعه انفا جات واحد السياره فيها مقاطعه انفا جايبه شي مساعدات جاو كاع من هاد النواحي سيدي عثمان مرحبا مرحبا جيت حي مولاي رشيد وداك الشيء ياك انا راه كبرت انا راه قريت في كازا وليتي عارضه لا لا قريت في كازا راه انا تقريبا انا ولد مراش ولكن قريت في كازا 12 عام وانا ساكن في كازا عندي اصدقاء في كازا وحنا في دورنا من اللي بقى العمر احسن حاجه الحمد لله ربي وتنطلبوا الله يلطف بينا الله العظيم ويسترنا وحنا بغينا المغاربه يشدوا طريق الله لان حتى هذا الشيء راه عنده اسباب ديالو راه كاين اسباب كثيره اللي كيقول لك شي واحد علاش حنا وقع لينا هذا الشيء اودي سير راجع نفسك صح واش انت اذا ما كتعشر ما كتصدق كتشوف غير راسك كتفكر غير في المصالح ديالك الخاصه اش بغيتي يعطيك الله اللي خلقك راه ما غاديش يعطيك الله داكشي اللي بغيتي كامل في الدنيا راه قال لك الله ان الله يحب المحسنين والمحسن هو شنو هو المحسن هو اللي كيعاون الفقراء فهمتيني وجارك سول عليه واخا كاع يكون تيهضر معاك سير دق عليه وسول عليه ياك ما خاصك شي حاجه ياك راه هادشي التعاضد راه مهم راه حنايا المسلمين هما الاولين اللي وصلنا النبي نتعاضدوا لان ما كان التعاضد غادي يبقى ديما الابتلاء غادي يديروا لنا الله لان ماشي الانسان يبدا يفكر في المصالح ديالو الخاصه ولا كيجي المسكين مثلا تيطلب شي حاجه والاخر تيهز عليه يديه تيقول لي ما عندي وهو بالماندا ديالو بالطوموبيل وبالفيلا اخر سامو تخصم كان غتزيد والانسان اللطف بالله يعني شكرا الحاج بارك الله فيك يعني كلام موزون وعنده دلاله شكرا بارك الله فيك علينا هنايا راه مرحبا بكم شكرا بارك الله فيك الحاج ولدي حمد ادريس راه معروف بارك الله عليك سي ادريس بارك الله فيك سي ادريس بارك الله فيك قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله